بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم إخواني مجددا على قناة التميز بأشرحة. واليوم سوف نشرح كيفية التقاط صور السيلفي بطريقة مميزة جدا وسهلة للغاية، وبدون أن نستخدم العصا أو ما تعرف بالسيلفي ستيك. فقط هنا سوف نستخدم طريقتين. الطريقة الأولى وهي عن طريق استخدام سلك السماعات الذي يأتي عادة مرفق مع الجوال، وبهذه الطريقة تستطيع التحكم بوضعية الجوال بكل سهولة من حيث تثبيت الصورة، وأيضا عملية الالتقاط سوف تكون عن طريق سلك السماعة. وأما بالنسبة للطريقة الثانية فهي أيضا سهلة، وهي فقط عن طريق التصفير. كيف نقوم بذلك؟ تابع معنا الشرح. ونأتي الآن إخواني إلى كيفية التقاط صور السيلفي عن طريق سماعة الجوال. في البداية نقوم بوصل السماعة في الجوال، وبعد ذلك إخواني نقوم بتحميل تطبيق يسمح لنا بالتقاط الصور عن طريق سماعات الجوال. طبعا سأضع لكم روابط جميع التطبيقات أسفل وصف الفيديو، وبعد تحميل التطبيق وتشغيله سوف تظهر لديك شاشة البرنامج كما ترى. الآن تضغط على زر التشغيل الموجود مع سلك السماعات، والآن إخواني بإمكانك تثبيت الجوال في المكان الذي تريده، وعند الانتهاء من تثبيت الصورة تضغط على زر التشغيل الموجود مع سلك السماعات فيتم التقاط الصورة. ونأتي إخواني الآن إلى الطريقة الثانية. نقوم بتحميل التطبيق، وأيضا رابط هذا التطبيق سيكون أسفل وصف الفيديو. طبعا إخواني تقوم بتشغيل التطبيق فتظهر لديك الكاميرا كما ترى معي الآن. تقوم بتثبيت الجوال بيدك كما تريد، وبعدها كما تشاهد يبدأ عد تنازلي، وبعدها يتم التقاط الصورة.